الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتحضير إسرائيل لضرب إيران وفصائلها المسلحة بشكل أكبر وأخطر من أي فترة مضت، وتفاصيل هذا الأمر كانت قد نشرت في 24 ساعة الماضية من العديد من المصادر. أهم هذه المصادر هي Air and Space Forces، وأساسا كان هنالك بيانا صادر من وزارة الدفاع الأمريكية أكدت من خلاله بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وافق على بيع ترسانة عسكرية للأسلحة الأمريكية المتطورة لصالح إسرائيل، ترسانة هائلة وضخمة للغاية تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دولار. من ضمن هذه الصفقة وأبرز الأمور في هذه الصفقة هي 50 طائرة من طائرات F-15 المتطورة، نتحدث عن F-15IA وF-15I، بالإضافة أيضا إلى 30 صاروخا من صواريخ أمرام وهي صواريخ جوجو أمريكية متطورة، وكذلك أكثر من 30,000 من قذائف الدبابات من عيار 120 ملم و50,000 أيضا من قذائف الهاون، بالإضافة إلى قذائف للمدفعية وكذلك العديد من المركبات والعربات العسكرية الهندسية التكتيكية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا سترسل إلى إسرائيل بقيمة أكثر من 583 مليون دولار، ومعدات عسكرية أخرى ملحقة بهذه الصفقة. وهذه الصفقة ببساطة هي الآن وجهت يوم أمس في حقيقة الأمر إلى الكونغرس الأمريكي من أجل الموافقة على هذه الصفقة. الكونغرس بحاجة إلى 30 يوما من أجل الموافقة عليها أو الاعتراض عليها، لكن مرشح جدا أن تمر هذه الصفقة مثل صفقات سابقة شهدناها منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. ولا بد من الانتباه إلى F-15. قد تبدو الصفقة عادية، لا نتحدث عن طائرات F-35 شبح وغيرها، ولكن لا بد من الانتباه إلى طائرات F-15 هنا وهذه الصفقة تحديدا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021 قامت باختبار كبير ومهم على هذه القنبلة، ألا وهي قنبلة GBU-72. هذه القنبلة هي يصل وزنها إلى 5000 رطل، نتحدث عن أكثر من 2200 كيلوغراما، وهذه القنبلة من قنابل البنكر باستر أي مخترق القبو، أي إنها متخصصة في ضرب الأهداف التي تقبع تحت الأرض وعلى أعماق كبيرة للغاية، مثل على سبيل المثال المفاعلات النووية الإيرانية مثل مفاعل ناتانز أو مفاعل فوردو أو أي قاعدة عسكرية موجودة تحت الأرض. وهذه القنبلة اختبرتها الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح بإسقاطها من طائرات F-15E الموجودة أيضا لدى الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يمتلك أصنافا عديدة من F-15 وهو يتسلم أنواعا جديدة ومتطورة من هذه الطائرات طبعا التي نتحدث عنها، وبالتالي كان الاختبار بهذا الشكل، وكانت هي هذه الصورة التي نشرت من قبل الجانب الأمريكي، وأوضحوا كيف أن العملية كانت ناجحة نجاحا باهرا. وبالتالي كل هذا ما الذي يعنيه بالنسبة لهذه الصفقة؟ هنا واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية زادت من قدرات إسرائيل الجوية الهائلة أساسا ومن الأساس، وبالتالي هي أصبحت أوسع وأقوى، قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل أكبر، وقادرة كذلك الآن إسرائيل على ضرب أعدائها وضرب الجبهات التي تواجهها بشكل أعلى وبشكل أكثر قدرة. ستكون قادرة على ضرب حزب الله اللبناني، الفصائل في سوريا، الفصائل في العراق بقدرة عالية للغاية، وكذلك لضرب إيران. نعم، فنحن شهدنا كيف أن إسرائيل على سبيل المثال نفذت عملية هجومية على العمق الإيراني بعد عملية الوعد الصادق بأيام، وقاموا باستهداف المنظومة الرادارية الخاصة بالمنظومة الدفاعية S-300 وكذلك بطارية واحدة من بطاريات S-300، وقامت بتدميرها من فوق الأجواء العراقية دون الحاجة للدخول إلى الأجواء الإيرانية، رغم أن حتى هذه اللحظة ليس واضحا ما هي نوعية الطائرة التي استخدمت في هذا الاستهداف، إلا أن طائرات F-15 معروفة بأنها قادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات. هم ينفذون الكثير من الضربات من الأجواء الإسرائيلية من فوق مرتفعات الجولان على عمق سوريا، على دمشق أو الأهداف المحيطة بها، أو حتى توجيه ضربات من البحر المتوسط على لبنان أو من البحر المتوسط أيضا على أهداف موجودة في سوريا. بالتالي ليست لديهم مشاكل أن ينفذوا عمليات في ضرب هذه المنظومات الدفاعية أو أي أهداف دون أن يخترقوا الأجواء الإيرانية، وطائرات F-15 قادرة بشكل كبير على ذلك. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية واضح وكأنها تريد القول لإيران ببساطة بأننا لسنا بحاجة الآن لبيع الB-52 أو الB-2 لصالح إسرائيل كي تتمكن
تتمكن إسرائيل من حمل قنابل الجي بي يو مثل الجي بي يو 72 التي نتحدث عنها. كل ما تحتاجه إسرائيل هنا من الولايات المتحدة أن تسلم الولايات المتحدة إسرائيل قنبلة الجي بي يو 72، ومتى ما تتخذ القرار إسرائيل لضرب المفاعلات النووية الإيرانية فهي قادرة كما تحدثنا على ضرب المنظومات الدفاعية الموجودة من فوق الأجواء العراقية. وبعدها تأتي هذه الطائرة F-15 بعد تركيع كل المنظومات الدفاعية والقدرات الرادارية، وتستخدم قنبلة الجي بي يو 72 وغيرها لتضرب المفاعلات النووية دون الحاجة أساسا للولايات المتحدة الأمريكية إلا للحصول بشرط الحصول على الجي بي يو 72 التي نتحدث عنها. أيضا عندما تحدثنا عن القذائف، قذائف الدبابات وقذائف المدفعية وغيرها من هذه التفاصيل المرتبطة بالقدرات البرية لإسرائيل، هي مؤشر كبير للغاية على التحضيرات الإسرائيلية أيضا الكبيرة القادمة باتجاه حزب الله اللبناني، في ظل أن إسرائيل ترى أن الحرب على حزب الله ستحدث عاجلا أم آجلا، ولا بد لإسرائيل أن تستعد هنا للقيام بمثل هذه العملية. وعلى الرغم من أن هذه الصفقة ممكن أن تأخذ أشهر لا بل سنين من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تسلم هذه الصفقة لإسرائيل وتحديدا طائرات F-15 التي تحدثنا عنها، إلا أن في حقيقة الأمر توقيت هذا الإعلان هو مثير للغاية، هو في ظل يأتي في ظل أن إيران الآن أعلنت ولا زالت تريد عملية الانتقام لإسماعيل هنية وعملية الاغتيال، وكل ليلة العالم ومنطقة الشرق الأوسط بإنذار بأن إيران قد تهاجم إسرائيل وإسرائيل ترد وندخل بحرب إقليمية. بالتالي هذا التوقيت مهم ويوضح أن الولايات المتحدة تريد نقل فكرة لإيران بأن الولايات المتحدة ليست حاضرة فقط للدفاع عن إسرائيل، لا بل إنها ستمكن إسرائيل من ضرب أهداف في الداخل الإيراني وضرب أهداف كبيرة موجودة لدى الفصائل المسلحة في كل الجبهات حتى جماعة الحوثي. F-15 يجب أن نتذكر أنها لعبت دورا في الضربة الانتقامية التي جاءت باتجاه البنى التحتية النفطية التي هي في الحديدة. بالتالي رسالة الولايات المتحدة واضحة هنا لإيران، لكن إيران لا زالت على المستوى الميداني تناور وتحضر لعملية الانتقام باتجاه إسرائيل. وهذا الأمر أصبح واضحا مما ظهر من الفلايت ريدار 24 التي أوضحت بهذا الشكل 4 طائرات من طائرات KC-135 الأمريكية وهي تحلق في الخليج العربي. وضح أن هنالك طائرات من طائرات التجسس الأمريكية قد تكون من P-8 أو غيرها وهي تحلق يمينا وشمالا وتحاول جمع أكبر معلومات أو أكثر معلومات ممكنة على ما تقوم به إيران من عمليات انتشار صاروخية وغيرها في هذه المنطقة. ولكن مع تحليق هذه الطائرات بنفس الوقت تقريبا ظهرت بالرادارات الخاصة بالفلايت ريدار 24 أيضا ورادارات أخرى هذه الطائرة التي ترونها طائرة مسيرة إيرانية تحلق وسط الخليج العربي تقريبا بنفس الموقع الذي كانت تحلق به KC-135. في الحقيقة هي في نفس الموقع تحلق في هذه المنطقة وعلى شكل طولي كما نلاحظ هنا بالعرض تقريبا على منطقة الخليج العربي. وهذه هي شيراز التي معروفة والتي هي معروفة جدا بالنسبة للعمق الإيراني، وهذه الطائرة لم يتم الكشف عن طبيعة تفاصيلها أبدا أو اسمها كما هو واضح، لكنها كانت تحلق بسرعة 850 كيلومترا وعلى ارتفاع 34,000 قدم. وهذا يوضح بأننا أمام طائرة كرار الإيرانية هي الوحيدة القادرة على التحليق بهذه الطريقة. وسبق في عام 2022 في ديسمبر تحديدا وكالة تسنيم كانت قد كشفت بأن إيران استخدمت طائرة كرار تحديدا لإبعاد الطائرات الأمريكية في خليج عمان لأنهم كانوا يقومون بمناورات ذو الفقار هنا بهذا الاتجاه في هذه المنطقة وهي ذو الفقار 1401، وكانوا يحاولون إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية من عملية التجسس على هذه المناورات. وكانت هنالك لقطات لإطلاقهم لطائرة كرار كما ادعت إيران طبعا. ولاحظ هذه الطائرة الأمريكية من طائرات P-8 وهي تحلق تجمع المعلومات و تذهب ذهابا أو يمينا وشمالا كما نلاحظ، ولكن بعد مجيء طائرة كرار ابتعدت هذه الطائرة الأمريكية كما ادعت
إيران، وبالتالي لم تعد إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية تجمع هذه المعلومات. بالتالي هذه الطائرة المسيرة كما نلاحظ يبدو بأنها أبعدت طائرات التجسس الأمريكية أو تحاول مشاغلتهم لإبعادهم عن شيراز، لأن في شيراز إحدى القواعد الصاروخية المهمة التي استخدمت أساسا في استهداف العمق الإسرائيلي في عملية الوعد الصادق في أبريل تحديدا للمرة الأولى على الإطلاق. وكذلك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى مع إعلانها لهذه الصفقة في محاولة لردع إيران من التفكير بمهاجمة إسرائيل، أيضا بدأت الولايات المتحدة بالضغط على الصادرات النفطية الإيرانية قدر الإمكان، كما تحدث مسؤول مطلع لبوليتيكو الأمريكية. بدأت هنالك إجراءات وخطط موضوعة على الطاولة كما تحدث هنا، والأهم من ذلك أن توقيت إعلان الصفقة هو يأتي في ظل اتفاقية أو مفاوضات يوم غد ستجري في داخل قطر، وهذه المفاوضات هي تعتبر مفاوضات حاسمة لاتفاق محتمل على إيقاف إطلاق النار، وكذلك تبادل الرهائن بين إسرائيل وبين حركة حماس، وكل الآمال الأمريكية أن يكون هنالك نجاحا في عملية تحقيق اتفاق في قطر في الدوحة تحديدا، حيث أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد قال بأن اتفاق هدنة في غزة قد يمنع هجوما إيرانيا على إسرائيل، أي إيقاف الحرب في غزة، إيقاف حرب بين إسرائيل أو حتى حزب الله اللبناني محتملة. والأهم من ذلك أيضا أن تتوقف إيران عن التفكير من القيام بهجوم على العمق الإسرائيلي. وأموس هاكستين وهو المستشار الخاص لدى الرئيس الأمريكي كان قد وصل إلى منطقة الشرق الأوسط بهذا الشكل بطائرته الخاصة، والتقى بالمسؤولين اللبنانيين في محاولة قدر الإمكان إلى تخفيف الهجمات من حزب الله على إسرائيل، الاتفاق في قطاع غزة وإنهاء هذه المعركة. بالتالي هنالك قوة وهنالك دبلوماسية قادمة من الولايات المتحدة، لكن أيضا هنالك تمكين بالسلاح الذي تحدثنا عنه من طائرات الـ F-15 من قذائف الدبابات أو حتى من معدات عسكرية أخرى مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي.